السلام عليكم. دونك عبد المولى ابو المعيزات المدير الجهوي للصحه والحمايه الاجتماعيه لجهه الدار البيضاء السطات. اذا افتتاح هذا المستشفى اليوم كيدخل في اطار العمل اللي كتقوم به وزاره الصحه من اجل تقريب الخدمات الصحيه للمواطنات والمواطنين، وايضا من اجل تعزيز العرض الصحي. تعرفوا ان هذا المستشفى يقدم خدمات مهمه للساكنه ديال المنطقه اللي كتقدر اللي تفوق 360 ألف نسمة، ويقدم خدمات مهمة عندها علاقة بصحة الأم والطفل، عندها علاقة بالعمليات الجراحية، عندها علاقة بفحوصات ديال الأشعة، الفحوصات المختصة، دونك التحليلات البيولوجية. إذا فيه خدمات مهمة جدا، وفيه تجهيزات مهمة راك شفتوهم، هاد لي زيكيبمون اللي فيه، راه شفتو لي زيكيبمون اللي فيه، زيكيبمون مهمة جدا اللي غادا تمكن بطبيعه الحال من تحسين الخدمات الصحيه اللي غتقدم للمواطنين والمواطنات. بطبيعه الحال هنا كاين واحد المستشفى كيحتوي ايضا على واحد النظام معلوماتي مهم اللي غادي يخلينا نشتغلوا بالملف الطبي الرقمي، اللي راك تعرفوا ان هادشي اللي هضر عليه السيد الوزير مرارا، اننا كنشتغلوا بهذا الملف الطبي الرقمي اللي غادي يمكننا من تتبع الحالات ديال المرضى فين ما كانوا، في اي مستشفى ولا اي مركز صحي مشاو له، راه غادي يكون هذاك الملف الطبي وغادي نعرفوا الرقمي وغادي نعرفوا الحاله ديالو، غادي يسهل الخدمات المقدمه للمواطن. وشكرا لكم. ماذا عن الاطار الطبي كافيين بالنسبه للمستشفى القرب؟ الاطر اللي فيه اطر كافيه بطبيعه الحال، دائما غادي دائما حنا نطمحوا انه نزيدوا في الموارد البشريه، ولكن راه كنخدموا غادي نخدموا بواحد البرنامج طبي جهوي اللي غادي يمكننا من تحريك الاطباء خصوصا المختصين انهم هما يجيو عند المواطنين، ماشي المواطن يمشي يقلب على الطبيب، ولكن الطبيب اللي غادي يجي عند المواطن بصفه دوريه، سواء خاص على حسب واحد البرنامج اللي غادي يكون محدد مسبقا. شكرا بطبيعه الحال، هذه انطلاقه بالنسبه لنا حنا. الناس اللي شفتوهم اليوم هنا راهم كاينين، هما اللي غاديين يخدموا المستعجلات، القسم الطب، الناس ديال الولاده، البلوك اوبيراتور اكسترا، كل شيء غادي يكون خدام. بطبيعه الحال الاختصاصات غادي يجيو اتور دور، الاختصاصات راه قلت لكم غادي يخدموا في اطار البرنامج الطبي الجهوي، واللي غادي يكون واحد البرنامج بحال دابا الاوفطالمول وغير شفتوا الكارديولوجي اكسترا، هادو كلهم غادي يخدموا ببرنامج غادي يمكن يخدم في دار بوعزه ويخدم هنا، ويجي واحد اخر من من من, من اقليم اخر ولا مدينه اخرى ويخدم هنا. هذه دي الطريقه ديال البرنامج الطبي الجهوي. بوشعيب طه رئيس جامعه بوسكوره وبرلماني باقليم نواصل، كيف تنشوفوا اليوم هذا فرح وعرس بالنسبه لاقليم نواصل ككل وبالنسبه لجامعه بوسكوره، لانه هذا المرفق اللي هو مرفق ديال الصحه، مرفق عمومي للجميع، كيتفتتح هذا النهار هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومن اليوم غادي تصبح الخدمات ديالو في وجه الساكنه ديال المنطقه ككل. احنا فعلا هذا المرفق كنعرف واحد الفتره طويله هو كان في طور الاشغال، ولكن منذ 2008، ولكن الحمد لله الان خرج للوجود، وتنظن انه مرفق غيلبي الحاجيات ديال الساكنه ديال بوسكوره، وغادي يخفف عليهم الالام اللي كتعيشها الساكنه، وكذلك على جامعه بوسكوره، لانه احنا بالنسبه لجامعه بوسكوره كان عندنا سته ديال لي زومبيلونس كيمشيو للدار البيضاء، بطبيعه الحال كيعرفوا واحد المشكل ديال الوقت اللي كل امبيلونس كتدي لنا نهار بالنسبه لزيرجونس، ولكن الان ما بقاش هذا المشكل، مستشفى وسط الساكنه. وهذا كان سؤال، موضوع سؤال شفهي في البرلمان كنا وضعناه على السيد الوزير، والسيد الوزير الحمد لله استجب للمطالب وكان عطانا كلمه انه غادي تفتح عما قريب، وفعلا مجهودات السيد العامل، مجهودات السيد الوزير، مجهودات المجلس، مجهودات الجهه، مجهودات المجلس الاقليمي، ومجهودات الجميع، مجهودات وزاره الصحه، ان هذا المستشفى خرج للوجود اليوم، وهنيئا للساكنه ديال اقليم نواصل والساكنه ديال بوسكوره. وهذا المستشفى كذلك راه كيعرف دار الولاده، دار الولاده اللي كان المقر ديالها حدا الجماعه راه ولا بالمستشفى، يعني هنيئا للجميع وشكرا. كيخص تجهيزات اخرى تكون تكمل عليها، لكن اللهم نسال بعد الحمد لله، احنا ربحنا هذا وغادي نستمروا في توسيع ما هو موجود او يدعى الضروره كذلك لبناء وحدات اخرى، يعني بالموارد البشريه وبالتسيير اللي خص.
ان شاء الله نتمنوا له النجاح، واذا دعا الضروره يكون عاوتاني شي دعم اخر احنا راه الاشاره. لا ما كنسيو لا مسكوت.